Thank you.
الشوط الاول لعبنا غير على الجهه اليمنى برك ما لعبناش على الجهه اليسرى. هذا الشيء اللي خلاني دخلت بوسليون دازاميطان باش نحاولوا نسيبوا الحلول على الجهتين. ضيعنا فرص حتى في بدايه الشوط الثاني بلا ما نذكر الاسماء، ولكن الهدف جاتني في وقت اللي ربما متاخر شويه كان الهدف الثاني ربما في الدقيقه 60 كانت تكون عندنا فرص احسن يعني لنهايه المقابله. على العموم واش نقول لك، مقابله اولى تاع بطوله تحس باللي اون مونك دو ريتم دو كومبيتيسيون ما ديري ساندون باللي اللاعبين بذلوا مجهودات كبيره من الناحيه البدنيه، كانت عندهم رغبه باش يفوزوا ولو في الشوط الاول يعني نجم نقول استخسرنا يعني حقرناهم شويه، لعبنا ترو فاسيل ترو تكنيك، انا مونكي ان بتي بو دو ريغور في اللعب. هذا الشيء اللي طلبته من اللاعبين في الشوط الثاني، ولهذا نقول نجم نقول كانت إرادة أحسن في الشوط الثاني، تركيز أنا أحكي أحسن في الشوط الثاني، ولكن كان ضيعنا عدة فرص. على العموم هدفين لصفر أول مقابلة يعني هذا الموسم كنا نجم نكون راضي اللاعبين، ولكن مازال انتظرنا عامل كبير. عندنا مقابلتين في البطولة راح نلعبهم، ربما يعطيونا بوكو بلوس ريتم دو كومبيتيسيون، باسكو ما نخفاش عليك يعني في التحضيرات لعبنا تقريبا ثلاثة أربع مقابلات كانت غير كافية. في بعض اللاعبين اللي عندهم بزاف ما لعبوش رابور اللاعبين اللي كانوا عندنا في الفريق. ان شاء الله ان شاء الله الوقت الحالي نخدموا في المقابله الجايه اليوم 15، بعد مقابله يوم 19 ان شاء الله كي نروحوا في مقابله العوده ما يكونش فيه اصابات. Donc les deux équipes ils ont su vraiment jouer un football à un certain niveau. Donc techniquement, tactiquement, les deux équipes ont montré quelque chose aux supporters.